يا مساء الخير، مساء العافية، يا اهلا وسهلا بجارتنا العزيزة، نورتينا. يا اهلا وسهلا ابو جهال، شلونه؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله زين. وهذا احلى فنجان قهوه زوجتي عمري حياتي. تسلم ايدك حبيبي. شكرا. على بختك. تحتاجون شيء بعد؟ لا قلبي. اذا احتاجيتي شيء انا بوصل 11 الهدوم. طول عمرك يلا، انا اذنكم. شفتي؟ شفتي؟ بسم الله خاف مسحور له. ومن اللي يسحر له؟ يجوز انتي وناسيه. يا ما انتي تخبلتي واني كاني مخبله وحلمانه وانا مسحوره. ما يا عيني عليك، انا صرت اخاف عليك صراحه، ديري بالك. ليش؟ مباعي الرجال ما يدلل مرته هيك اذا ما عنده بربوره. بربوره شنو؟ يعني يجوز يريد يتزوج عليك. لا 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 لا، مستحيل سيف ما يسويها. لا 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 لا، شنو يتزوج علي؟ احرقه واحرق اهله. كلهم يسووها. اي شنو هاي؟ شنو هاي؟ انت كم مره قال لك بتريد تقعدين؟ قعدي بهدوء، لا تسوي نوسه. تديت للمعصب. يلا قومي، قومي شوري، قومي معصب، يلا امشي. هلو، كل شيء رجع لطبيعته، الف الحمد لله والشكر. طلع لا متزوج ولا يريد من عندي شيء. اوه يا معوده، رجع مثل الاول واحسن بعد. يعيط ويصيح وينق من الصبح للصبح وكل شيء ما عاجبه. الف الحمد لله والشكر. لا هذا الاهتمام طلع هيك، يعني نزوه عابره نقدر نسميها، وراحت الحال سبيلها هي. الحمد لله. طبعا وين اكو يا رجال غير بس بالافلام؟ ماكو بالطبيعه. لا طبعا. شنو النكهه؟